عقبت المواطنين واش عندهم تصاريح ديال الخروج او ما عندهمش. هذه الرخصه السكنيه هي اللي كتحكم السلطه المحليه المواطنين اللي كتكرر الخروج من بعد الساعه 10 ليلا. كان جرت العاده في اليوم هذه الحملات اليوم حمله هي ديال المجتمع المدني غيكون كيتسلم كما جرت العاده داخل الحياه. وبالنسبه للبرنامج انا غادي نقول لكم السي وديع البرنامج ديال هذا اليوم كان كيتم تدخل السلحه الشكر ضد العنصر وعناصر حرس التراب والسلطه المحليه والاخوان ديال المجتمع المدني والاخوان ديال الصحافه. جرت عدد عمليات محاكاه السيد الرئيسي اللي كتقوم بواحد العمل ويولي على السلطه المحليه بامتثال اصحاب المحلات التجاريه القرار للحكومه على مستوى الاغلاق. التنقل كيكون واحد الشكل عن طريق الرخص الاستثنائيه اللي كتبع السلطه المحليه. العمل ديالنا غنبغيو نشوف العمل اللي كتتبعوه واش بقى الامتثال هو هو الشكل اللي باقي ما كيتبعش الشكل اللي كيتبعش بالنسبه للامتثال باقي القطاع الترابي ديال المحاقه الاداريه الامن. هذا من جهه. من جهه اخرى دوريه عاوتاني كتخدم عليها ديال 10 بلور كتعلق التنقل ديال الاشخاص داخل هاد النفوذ ديال هاد المحاقه هادي. كنركزو على الرخص ديال التنقل التجمعات الممنوعه داخل القطاعات العامه ديال بحر الشبرا هذه على القطاعات كنمنعو فيها التنقل. علاش؟ تفاديا تشكيل واحد المجموعه ديال الدغار. التعليمات ديال السيد الباشا والسيد القائد هو حفظ الباب. ركزوا على المحلات التجاريه اللي ما كتنتجش بطبيعه الحال كنديروا محاضر انذاريه ولا محاضر ديال الاغلاق بشكل نهائي في انتظار التسميه القانونيه. الله يرضي عليكم. احتكاكات مع الناس ما تكونش وتعاملوا بواحد شويه ديال الليونه مع المواطن وما يكونش اصطدام مباشر مع المواطنين ومع الاشخاص المخالفين. الله يرضي عليكم. تبقى العمليه في المدينه دابا واحد التجاره ديال التحكيمين تبقى العمليه غدا بشكل اللي هو سلس. وهذا ما كينفيش لاننا كنطبقوا القانون بالحذافير ديالو التعليمات بالحذافير ديالها. كاين اشخاص ما كيمتثلوش بطبيعه الحال غيستعملوا واحد المجموعه ديال العقوبات والمتابعات. المحلات التجاريه والمقاهي والفضاءات اللي فيها تعليمات على اساس انها غتستعمل التيليه كيكون عندها امتثال ديما 90 95%. كنلقاو بعض المحلات السي القائد راه كيتكلف كيدير لها قرارات انذاريه وقرارات اللي كتعتبر على انها اغلاق. فيما يخص العمليه ديال الخضر والفواكه والمحلات اللي كتعلق بهذا النوع من التجاره راه كيكون الاغلاق على الساعه الثالثه مساء. صافي. اذا غادي نتوكلوا على بركه الله. المجتمع المدني جمعيه الاحياء بعض الجمعيات اللي باقا كتحسس معايا من شهر 3 دابا كنطالبوا بالاحياء. جمعيه الاحياء راه كتقوم بالعمليه ديال التحسيس كتخبر المواطن كتشهر المواطن كتقول مع المواطن. الله يرضي عليكم. التعليمات ديال السيد الامن تعليمات واضحه في هذا الباب. المحلات التجاريه الاغلاق 8 الاسواق اللي عندنا من النقاط ديال البيع 3 بعد الزواج من وراء 10 الدوريه الامنيه والجنيه اللي كيتصرف عليها على الاخوان ديال عناصر حرس الترابي مشكورين من هذا الباب. كنركزوا فيه على شنو هي التنقل الاستثنائي داخل القطاع الترابي ديال المحاقه الاداريه الامن. وشكرا لعوان السلطه وشكرا لعناصر الحرس الترابي وشكرا للاخوان ديال الصحافه وشكرا للاخوان ديال جمعيه الاحياء والمجتمع المدني اللي هو كيدخل في اطار النقل الترابي ديال المحاقه الاداريه الامن. وعلى بركه الله الله يسر الله ينجينا من هذا الوباء. ابراهيم الشيخ ابراهيم ابراهيم ماشي موتو شو راشد ماشي واحد فيه راشد
ابراهيم شاو ياك شوفنا شي موطور شوفنا كاين شي واحد دراري ها ما من دابا تشرب اه دابا شي موطور بغيت نخدم سي الطروبيه كنتي تركي معايا شي طروبيه ديالو تقدر نرجع ولكن نخدم سي الطروبيه كتصل حالي حملة تدخل دابا شنو يشدو كلشي ديالكم ما دايروا في الشارع العام ونقصوا شويه التجمعات والاختلاط الله يرحم الوالدين كلشي ديالكم ما دايروا في الشارع العام ونقصوا تفاداو الاختلاط وتفاداو التجمعات الله يرحم الوالدين راه الوباء غادي كينتشر بشكل سريع والمرض راه غادي طالع بواحد الشكل صاروخي هذه العشيه الله يرحم الوالدين ديروا الكمامات ديالكم الكمامات ضروريه في الشارع العام راه اللي ما دارش الكمامات ديالو غادي يتعرض لعقوبات قانونيه الله يرحم الوالدين الجميع الخارط معنا كلشي ديال الكمامات ديالو وكلشي عقم يديه كلشي ديال الصابون الله يرحم الوالدين هذا نداء لجميع المواطنين
المرض راه غادي وكينتشر بشكل سريع. راه المدينه ديالنا ديال الدار البيضاء راه غادي ينتشر فيها المرض بزاف. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معنا وكلشي الخارط معنا، كلشي ديال الكمامات ديالو وكلشي عقم يديه. الله يرحم الوالدين، الصابون راه موجود وجابيل موجود، والله يجازيكم بخير، تعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين. السكينه ديال الكرام، راه المرض غادي في هذه البلاصه بشكل صاروخي، تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين. الكمامه ضروريه والتجمعات بزاف حيدوها، واللي بارك حتى شي واحد يدير البافيط ديالو يدير الكمامه ديالو. الله يرحم الوالدين. المجهودات ديالكم حتى نتوما في اطار هاد التوعيه لخوتنا ووليداتنا. ملي كنشوف غير الوليدات اللي راهم كيطلقوا سيدي مؤمن، الناس دايره الكمامه ومتفاهمه ومتبعه التعليمات والاوامر اللي كيعطينا سيدنا، لا سيدنا الله ينصرو، ولا جميع الناس المسؤولين ديال المنطقه من بينهم رقم واحد السيد العامل، وكذا السيد الباشا، وكذا السيد القائد الملحقه الاداريه، وكذا السلطات رئيس المنطقه الامنيه. فهذا الشيء يعني كيزيد يشرفنا. غير هي واحد النقطه كنبغي نضيفها وكنبغي نشير لها، الا هو بعض الناس، ما كندويش على الناس كامله، كندوي على بعض الناس باقيين ما كيتفهموش شنو هي الكمامه خاصها دار. لا، الكمامه راه غتحمي نفسك وتحمي وليداتك وتحمي المجتمع اللي داير فيه. هذه هي الكلمه ديالي، وكنتمنى الناس يعني تفهم وتعرف، باش ان شاء الله كل شيء يدوز بخير، وهذا هو الباء ان شاء الله غادي يزول. وكنتمناو ان شاء الله الله يفرحنا بملكنا وشعبنا وليداتنا، ومشكورين جميع الاخوه. شكرا. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه شوف تي في، الناس المجتمع المدني اللي وقفت هما كيقوموا بحملات تحسيسيه توعويه. لكن بغيت نبقى نصور.
حسن طالع صافي تصورك بالدرب Thank you.
كيعطيك الحاله ديالك؟ لا لا ما عندكش الوقت. لا لا Thank you.